السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الاسبوعي بثلاث الاولاد اقليم سطات، واللي ما عرفوش كاين في المملكه المغربيه الخيرات والروال الجاليه المغربيه والناس مالي المدن الكبرى بالمملكه المغربيه. وكل مشاهد قناه زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. ايلا ترجع لبنات ولاد بتاريخ 9/4/2024 بدينا عند عزيز وعبد العزيز وحمزه. كيفاش يدير طول؟ ما فهمتش. لقحوا بستين فرنك، ستين فرنك واش لقح هذا؟ ياك اخويا شحال اخويا عبد العزيز اللي بغيتو فيها؟ اللي عطينا وحنا قلنا لهم ثلاثة. تعطيني النمرة اللي ما تباعتش؟ خذ النمرة قيد. هذا ولد عجل لابو زين. لا مو زين لا لا فوقنا. اعطيني عزيز ولا حمزة بحال بحال. دير صفر ستة. زيد 59 زيد 79 34 غتبقاو قابلينها لما بعتوهاش لبطاقاتكم. احنا لا تبيعوا الماركة ايه. ديال يجي لاقيني بحبيبي هات 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 لقالة ثانية هات اها ايه. لما يصير في عبد العزيز ظرافات، عبد العزيز ظرافات الحليب موجود بقراو عجل ما عندي ما نقول بقرا تيتر اللي تقع في الدار ان شاء الله. بقرا تيتر ان شاء الله اللي تقع في المحل اياك تصنع عيني. العجر زين كل شيء مزيان كل شيء مضخم اياك السر كي داير عبد العزيز راه يحس السيديات ونطلع الشمو. شو 60 اش والده هاد ايش لو لا عجل شو 60 اللي بغيتو فيها بغيتو فيها 500 بغاو فيها 500 كرش بلاد الوتر بس باغي ما يسرو غادي غادي بعيد بهيمه العيد فين علي وادي البعيد اكسيبتك هاد اه اها انت محلف عليا مرحبا الله يجيب التيسير عجلات ولا عجول؟ شحال العجل؟ وهاد العجله اللي حدايا؟ 116 قلتي لي 130 انت كرش بلاد لوع وشحال ولد المختار؟ نفس يلا لمت انت سرغيني حبرك تقول لمت اهلا تيتي اش فكر شاش في الدار اش دار بالورقه ولا بلاش شحال عندها تقريبا اها باش عرفتي عندها 8 هيا كسبتك هذا ما قدر عتب الشهر هذا ما قدر عتب الشهر ولي كحل علينا على البقر ثولين مالك يا صالح؟ لا ودابا كعدوا علينا ها هذا التبن قالوا قد وقد هذا البقر قالوا قد وقد تما زينا نجيو نشريو حتى حاجه اها درنا بوال ها تحيه للحاج محمد اجه اجه مشرف اجه فاميلتنا وصاحبنا ودمنا ومشرف وشحال ولد أنا 85 مليون 385 ما بقاش ضربتي نصي كندو معاه بعتو ب 85 لا بعنا ب 70 قلجو 70 قلجو 6000 انت تقنع انت كتبوا لك من الزيتون هنا اي سير صافي اول عارف هو بوك ما فيه لا زياده لا نقصان 362 و 6068 18400 درهم الله يسهل هو راه فرخ زوين شحال اخويا اش والده هاد تبارك الله اللهم بارك وزيد في ذلك شحال بغيتي 500 قواني
وقربتوا عند بطيجاتكم ولا قات 20 ودابا اش بغيتي هزيتوني دابا غيصبحنا في عالم اخر اش ايوا اش بغيتو بغيتو تصبحوا هنا وخلينا ناس في فين خليك في فيني زيت زيت شو نشوف زيت ما عندي ما نقول بقرة زينة بقرة مليحة تنعشلة بنت البرة بنت المفتاح وكل واحد ايش يقول هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان فين ما كانوا اهلا بكم ومبروك عواشركم انا البقرة تمن مزوين اليوم في الثلاث فيني اش اش عطيتيهم؟ ايوا ديروا معاه انتوما نعطاكم الرباح ما خصهاش هي بشحال؟ هي بشحال؟ والله ما داير واش هي بشحال؟ هذا الشيء اللي كاعنا عطيهم 6000 عطيهم 6000 عطيهم 6000 هذاك ودي عايشة هنا ولا؟ هاي اشتكت منها من العام العام تاتا كي رمضان مليون وسبعين تيقولوا مليون وسبعين لا عواشير عواشير السوق طالع فادي عواشير والله اعلم واخا انا شيء دابا ديالي شاد شنو يضرب برجلي؟ وما ديالي شاير كل هذا بغال ولا عجل؟ هذا دحش الله يجعله يرد شحال نسينا؟ هذا الزيتوني خالص 370 ألف فرخ زين مالك رابطي فيه؟ عطاوكش فيه؟ ودير حاول 80 هو راه فرخ فرخة وتجيلالي فرخ هاد تجيلالي طرافة فرخ كسابي زين جاتنا القواسي ايه انا عارفك السبطة دايرة لا عرض زوين زوين شحال؟ 700 جوجو 350 واحد كل جهد جوج ما ديتي ما باباهم باقي وصافي حلق على الدراوش سير بيع اليوم راكم بيعين الثمن سير الله يسهل عليكم واه هاد جوج قال لنا 700000 وباقي رباح ياك يا باباهم غادي يشوفهم مالين بخير ناصر الله يبارك فيك وداك سي احمد وانت قبره هادي وحنا قلنا مشى للحج تا ياك بخير بعدا وشحال العسري ولا شكون هنا وانا راه ما تيقش فيه راه تيزيد النص بالنص انا ما تيق بالعسري شكون مشروك هنا؟ شحال هذا؟ شدينا احنا وانا عاد تسيتو شتو شتو هذاك عاد محمد هادو ما عرفتش كان عندي هذا هادو راه كبر خاطرين هادو مشروك هنا سي احمد؟ نعم لا خويا مشروك خاطرين هاد مليون و30 ضروبة مليون و30 وين السلعة؟ ماركة مليون و30 كسابيه